أنا اليوم جئت إلى بغداد لأرسل رسالة أمن وطمأنينة إلى البغداديين وإلى العراق أجمع. أنا سمعت أن بغداد حزينة وجريحة وخائفة، وأنا جئت هنا لأنشر السلام والأمن ولأبعث رسالة اطمئنان لهم. لا أقبل أن تكون بغداد خائفة، بغداد دائما يجب أن تكون في أمن وأمان، بغداد لا يجب أن تستسلم للإرهاب، بغداد لا يجب أن تستسلم للخوف. حياة المواطنين ودمائهم عزيزة علينا، يجب أن تحفظ دمائهم ويجب أن تكون بغداد في مأمن. أرجو من جميع البغداديين أن لا يستسلموا للإرهاب، دمائهم عزيزة صحيح لكن حياتهم أعز، يجب أن يعيشوا بعزة. أن لا تستسلموا، أكرر، لا تستسلموا للإرهاب. واعلموا أن المظاهرات التي تجري سلمية وهي ليست ضد أحد سوى المفسدين، لا نستهدف أحدا على الإطلاق. نحن والجيش العراقي والقوات الأمنية جميعا أخوة، ولا أقبل بالتعدي على أي من الأفراد الجيش والشرطة وكل القوات الأمنية الأخرى. جئت هنا لأبعث رسالة أمن وطمأنينة إلى الجيش العراقي وإلى القوات الأمنية وإلى الشرطة وإلى كافة القوات الأمنية في بغداد. يجب أن يعم السلام، رسالتنا قبل الإصلاح هي رسالة سلام ورسالة أمان. لا أقبل بالتعدي، لا أقبل بلبس الزي العسكري، لا أقبل بالانتشار المسلح، لا أقبل بكل تعدي على أي مواطن. يجب أن تعيش بغداد بسلام وأمان، وكل من يعتدي على أي مواطن في هذه في بغداد فأنا أقول له أنت ملعون ولا تمثلني ولا أمثلك. شكرا لكم.